اهلا بكم مشاهدينا في حلقتنا النهارده. هنكمل الحلقه اللي فاتت اللي كنا ذكرناها اللي هي خاصه بقانون الاحوال الشخصيه ما له ما عليه والتعديلات الجديده المقترحه. ممكن نطلع فاصل نبص على اللي عملناه الاسبوع اللي فات ونرجع تاني. لحضرتك متبنيه الحمله، عايز اعرف الحمله كان اساسها ايه وحضرتك ابتديتي ليه تعمليها؟ هي فكرتها يعني جت في السياق لما انا حصل لي مشكله، طبعا اكيد في مشكله عندي والناس كلها عارفه لابني، وحسيت بعوار وظلم القانون اللي موجود، فعشان كده يعني ما قدرش اتحمل ده. ف كان في حملات كتير وناس كتير افاضل سابقني، ومن ضمنهم الدكتور احمد حامد، الدكتور اشرف تميم. حضرتك بتتكلمي على القانون اللي كان قديم ولا اللي لسه الجديد؟ لا، ما هو ما عندناش جديد، هو القديم موجود زي ما هو. فانضميت معاهم واسست الحمله دي، وكلهم ناس افاضل بيساعدوني طبعا، دكتور اشرف تمام، استاذ احمد عز، ناس كتير قوي سبقوني في المجال. مناصرتك للرجل، و دايما في هجوم على حضرتك ان انت مناصره الرجل عن طرف المراه. هو الموضوع مش كده خالص. هو احنا عايزين نوضح بقى الفكره. احنا ايوه، احنا في القانون اللي موجود في ظلم شديد للراجل المصري فعلا. بس مش معنى كده ان كل الرجاله كويسين او ما فيهمش حد وحش، زي ما كل الستات مش كلهم كويسين وما فيهمش حد وحش. طبيعي. لكن في حاجة، كل مادة في القانون، في عوار القانون بتاع الأحوال الشخصية ده، بيتأذي منها الأطفال، وأنا كل مشكلتي هي الحفاظ على الأطفال، لأن الأطفال دول هم أول ضحية للطلاق. والرئيس قال إحنا عندنا 15 مليون طفل شقاق. يعني أنت عارفة يعني إيه 15 مليون طفل شقاق؟ خدي بقى أبوهم، طبعا هم دايما محرومين من أهل الأب بالكامل، الأب وعيلته، إلا بقى من رحم ربي، إلا الست اللي هي أساسا هي ده في حالات الطلاق بس ولا برضه في حالات الوفاة؟ لا، الوفاة ده أمر ربنا والطفل بيتقبله. طفل الشقاق ده موضوع، أنا قصدي الحرمان اللي حضرتك بتتكلمي عليه برضه في الطلاق، في الوفاة كمان؟ لا لا طبعا، ده أمر ربنا وبيبقى عادي والطفل بيتعود. لكن هو والدولة على فكرة، الدولة بتراعي الطفل اليتيم ده، بتراعيه كويس جدا جدا في الوقت اللي أيتام الطلاق اللي هم أطفال الشقاق دول ولا حد بيعمل لهم. طب نتناول حاجة حاجة، نقطة نقطة. حضرتك كنت عندك فيها وجهة نظر. أول نقطة حابة تعرضيها إيه؟ ترتيب الأب في حضانة ابنه. انت عارفه ترتيبه في قانون الاحوال الشخصيه كام؟ كام؟ بعد الام وام الاب وام الرابع. الرابع 16. ده الرابع ده يعني هم بيتكرموا دلوقتي. طب استاذنك نرجع لحضرتك الشيخ، هو ترتيب الاب ده شرعا يعني هو ده ترتيب شرعي ولا ترتيب قانوني؟ هو ترتيب يعني زي ما نقول الفقهاء نفسهم يعني اجمعوا عليه، او يعني دليل من الفقهاء، مش دليل سن، مش نبوي شريف يعني. بس يعني شرعي، قصدي مش حاجه خاصه، يعني حاجه خاصه موجود في الشريعه. الفتره الحاليه خلوه الرابع حاليا. لا مش هم ده مشروع قانون. الشريعه الشريعه في ايه بس؟ الفقه زمان لما كان بيتكلم على الموضوع ده شيء كويس، ما كانش فيه علم، ما كانش فيه علم نفس وعلم اجتماع وعلم تربيه. لما علوم النفس والاجتماع والتربيه في الكون كله، في العالم كله، يقول سن الحضانه لا يقل عن 7 و9 ولا يزيد عن 12، كويس؟ لا، يبقى ما انا ما تقوليش كلام الفقهاء. لا هو في حاجه يا دكتور، هو شرع سن الحضانه لحد كام بالنسبه للولد؟ فضلت الشيخ قال نقطه، مهمه. قال في عصرهم، واللي في عصرهم بقى اطبقوا ازاي على العصر ده؟ واحنا عندنا في حاجه، هسال فيها فضيله الشيخ بعد اذن حضرتك. فقه الواقع، وفقه الواقع طبعا حضرتك اللي تشرحه لنا، مش انا، ان انا واقع الحال دلوقتي ايه؟ كويس؟ صحيح صحيح. واقع الحال دلوقتي الطفل ايه؟ واقع الحال دلوقتي الام ايه؟
كويس. هو زمان كان يبقى مع الامهات لانه متجوز 30 واحده فمش هيجيب ولاد ال 30 واحده عنده، ولا علشان حنيه الام بيحتاجها في وقت معين، ما بيبقاش محتاج الكلام ده رعايه الاب كلام. بص حضرتك الكلام اللي اتقال ان حنيه الام عشان الولد كان في بطن امه، وبنقول ان الترتيب ده عشان الام والام كانت في بطن امها وامها كان في بطن امها، وان راجل كان في الاب كان في بطن امه بس الولد ما كانش في بطنه، اسف ده كلام لا علاقه له لا بعلم ولا بشرع ولا باي دين ولا بقران ولا بسنه ولا بطب ولا بتشريع ولا باي علم اطلاقا. والله حضرتك هو تبع الشريعه اهو خلاص، ما لا دي الشريعه مش الكلام. اما احنا بنتكلم في علم دلوقتي بس نعرف راي الدين ثانيه. دي مش موضوع راي الدين، هو ده فضيله الشيخ الازهر يعني على سبيل اجماع العلماء ان هو يعني استحداثا او استنتاجا واستئناسا بايه؟ بان هو الطفل كان في بطن الام تمام، وبعد كده بيرجع قصدك في رحم الام، في رحم الام ايوه في البطن الام يعني هي ما هياش في بطنها خالص، عفوا يعني مش مش المقصد البطن او الرحم ده مش مش القصه، ان هو الطفل راجع لامه، الطفل راجع لرحم الام، كذلك الام راجعه لرحم امها، فهو استئناسا وليس اللي هو الدليل يعني عفوا يعني الموضوع مش قضيه ان احنا بنهاجم رأي البطن، وربنا ما قالش وبالوالدين احسانا، ما هو القضيه عايزين بس ان نوصل للحته دي. لا انا بس النقطه دي برضو الاول لان بنتكلم في نقطه علميه مش دينيه كده. بعد اذن حضرتك يا دكتور، حضرتك قلت لي الترتيب للام ثم ام ثم الام ثم ام الام ثم ام الاب نعم، وبعدين خاله وكده ولا العم، ما هو كل ده بيرجع ياخد بقى خدي بقى الخالات كلهم وخدي العمات كلهم وخد دخل مامته وعمته برضه وخالته وحاجات كده يعني داخلين برضه معانا للناحية شفت الاب داخل معانا لا الخالات الاول طب ايه بلاش الاب نرميه ولا ايه داخل مامته انا بس بسال هو بعد اذن بعد اذن كفايه موضوع انا قصدي ممكن يكون في السن ده محتاج اكتر طب لو العلم قال ان مفيش علاقه بين الحنان كويس وبنتفرع مش بنتفرع يعني الطفل يروح للخاله بعد اذنك الحوارات الجانبيه بس الطفل يروح للخاله وجوز خالته يشوف لكن ابوه ما يشوفوش هو ده الشرع هو ده الدين ما عشان ما كانش في بطنه هو ده اللي قال عليه ربنا المشكله حاليا في خلط بين الشرع والقانون مش طب نسمع راي فضيله الشيخ مش راي ده كان رأي ضيوفنا في الحلقة السابقة. دلوقتي احنا معانا ضيوف حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، أحب أرحب بيهم الأستاذ جمال الدين محمود المحامي وممثل الحملة، أهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ محمود رفعت من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، أهلا بحضرتك. معانا الأستاذة إيمان، أهلا بحضرتك وأهلا أحد الأمهات المتضررات، والأستاذة مرلان أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايزه اعرف ابتدي بحضرتك الاول واعرف ايه سبب الحمله وايه اطلقتوها ليه؟ هي الحمله تاسست معاكي من الامهات المتضررات بالفعل، امهات تم نزع الحضانه من ابنائهم ليهم، وخد الاب خطف الابناء وحط تحت خطف ده مليون الف خطف، لان دايما بيقولوا مفيش خطف، لا طبقا لنص الماده 292 من قانون العقوبات لا في خطف واقرتها محكمه النقض بده. اتخطفوا الاولاد دول وبعد كده بيتمنعوا يرجعوا لامهم اللي هي المفروض هي الحاضنه ليهم. حاولنا كتير جدا ننفذ، طبعا اجراءات التنفيذ صعبه جدا وده اللي هنخوض فيه في الحلقه. فالامهات من هنا ابتدت تعمل ده. دور الحمله هي توعيه ومسانده معنويه واستشارات قانونيه. طب دور الاختطاف ده موجود في القانون فعلا؟ موجود في القانون في نص الماده 292 خاصها بالقانون، ومحكمه النقض قالت ده فعلا وفي عقوبه، ولكن للظروف الاجتماعيه تراعى في الظروف الاجتماعيه علاقه الاب بابنه، ومع ذلك تم تخفيف العقوبه، ما بقتش خطف، بقت خطف. اي نعم هي موصفها خطف، لفظ خطف ده يعني لفظ خطف موجود يعني في نص الماده 292 يعني حاجه قاسيه جدا انها تتقال للاب. ومحكمه النقض اقرت دوت في تفسيرها النص الماده 284، محكمه النقض فسرت ده كمان في احكامها. فلفظ خطف موجود معاليكي، احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا. لكن راعى الظروف الاجتماعيه بالظبط، راعى الظروف الاجتماعيه بين علاقه الاب بابنه تمام، وخلى العقوبه يعني هنقول ان هي قليل، يعني سنه حبس كحد اقصى و500 جنيه غرامه. دي العقوبه اللي اتحطت لو الاب او انتزع حضانه من الام، حضانه صغيره من الام. فهنا خلى العقوبه من سنه ل 500 جنيه غرامه. طب الحمله حضرتك عاملها بقالك قد ايه؟ هي من 2016 2017، اخر 2016 2017. فيها نسب قد ايه من الحالات؟ اغلب الحالات او معظم الحالات اللي موجوده عندنا هي فعلا حالات خطف. ده الحالات اللي موجوده معظمها. غير كده بقى طبعا
كل بقى هي باكج واحده بتحطي حضرتك بقى طبعا نفقات على الطلاق والضرر خلع الكلام ده كله هي الباكج واحده معموله. طب الغرض من الحمله كلها على بعضها مثلا بتدوهم نوع من انواع الارشاد او كده؟ الارشاد اولا هو دعم نفسي، دعم نفسي للامهات ده بيقوم بيه ناس معانا في الحمله برده فضلات بيقوموا الدور دوت، واستشارات قانونيه ده برده بحاول ان انا قدر الامكان اقوم بيه، اتمنى اكون بقوم بيه على اكمل وجه يعني. وده اللي دور الحمله عموما مع المعلومات. يعني تفاوضتوا قبل كده مع حد؟ حصل تفاوض وتواصلنا لحلول وديه وسلمنا ابناء وحصل تفاوض وحلينا مشاكل كتير. وبالاضافه ان في كمان احكام اتنفذت يعني الحمد لله سعينا في احكام واتنفذت وقدرنا ان احنا نرجع اولاد. تمام. فده بنسعى فيه دايما. مده التنفيذ بتبقى قد ايه؟ عمليا احنا التنفيذ عندنا حضرتك يعني هناخدها خطوه خطوه، بدايه كده احنا عشان نستصدر قرار من المحامي العام القرار ده بيصدر تقريبا بسرعه، يعني هنتكلم في خلال 10 ايام 15 يوم كحد اقصى القرار بيصدر من المحامي العام. بنيجي لاجراءات التنفيذ، اجراءات التنفيذ دي هي اللي عندنا فيها عوار رهيب، ان احنا دايما لو غير محل اقامته احنا ما بنقدرش نوصل له، لو قافل باب شقته احنا ما بنقدرش نخش شقته، لان قاضي التنفيذ بيدي تعليمات بان احنا ننفذ القرار بتسليم الصغير دون اي اشاره لكسر الباب، ما بيدينيش اي اشاره لكسر الباب، ما بيديش تاشيره بكسر الباب اطلاقا. فبالتالي انا ما بيبقى الاولاد غالبا واحيانا بتحصل كتير معانا جدا يعني سامعين صوت الاولاد جوه، سامعين صوتهم يا فندم ومش عارفين ناخدهم. نرجع بعد كده نعمل دعوه امتناع، جنحه امتناع عن تسليم صغير، الجنحه دي بيصدر فيها احكام، بيصدر فيها احكام نفس اللفه ونفس الدايره، مش بنعرف ان احنا ننفذ. طب قبل ما نوصل للمحاكم الحاجات دي حابه اعرف بس، اهلا بحضرتك فضيله الشيخ، حابه اعرف بس دور المؤسسات الدينيه هنا عندنا في سواء الازهر او الاوقاف او كده في النصح والارشاد في الموضوع اللي زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. في البداية بحب أوجه عناية المشاهدين أن هذا البرنامج له مكانة في قلوب المشاهدين لما يلمس من قضايا مهمة جدا تخص النساء قبل الرجال بجميع أطيافه. شرفتني. أحب أنبه إلى نقاط محددة. النقطة الأولى أن الإسلام والشرع والدين جعل للمرأة مكانة عظيمة في المجتمع، عليه أي على الإنسان المسلم أن يحاول دائما وأبدا أن يتعرف على أن المرأة هي إما بنت للرجل وإما زوجة إن كبرت وإما أخت وإما أم. وفي المراحل الأربعة الإسلام يراعي هذه المراحل بجميع أطيافها، تراعي الدولة والمؤسسات الدينية مثل هذه المراحل في كل مراحلها وتضع لها ضوابط وتوعية تخص كل مرحلة. فما يخص مرحلة الطفولة، طب أستاذ حضرتك بس مع قبل ما نبتدي نشخص الموضوع في تليفون معانا. أهلا اتفضلي. ألو صباح الخير. أهلا بيكي. طبعا أنا بهني حضرتك على البرنامج الرائع والتقديم الكويس وطرح الموضوع، لأن قانون الأحوال الشخصية مشكلة كبيرة. أنا واحدة من الأمهات كنت بتابع الحلقة اللي فاتت وكان مع حضرتك ضيوف، فأحد الضيوف كان بيتكلم إزاي القانون جاهز ولا ينصر الأب وكده. أنا بقالي 3 سنين ونص فعليا الحضانة معايا وما عنديش أي مؤقتات حضانة ومعايا أحكام على الأب، والبنت ما بشوفهاش ولا عارفة حتى اللي أنا أتواصل معاها، وطلعت على السوشيال ميديا والأب لم يعترض وقال معايا وممتنع. واحد الضيوف قال اللي دايما الام بتبقى هي العنصر اللي بيحرم ويبتري، مع ان احد الضيوف هو كان حد من اللي قاموا هاجموني جدا ولا يوجد صله قرابه ولا اي سبب للمهاجمه، وخد الموضوع بشكل شخصي وكان عدم وجودها معايا ده الطبيعي. يعني انا ام 3 سنين ونص مش عارفه اخد طفله، وطلعت في كل حته قلت انا عايزه اخد بنتي عايزه اشوفها. وحضرتك معاكي احكام معايا الحضانه في التنفيذ والاب مثلا مش مختفي او هو مش موجود، لا ده هو الاب طلع عادي جدا، واحد الضيوف كان بيدعمه قلبا وقالبا. ايوه هو عادي على احد الضيوف دعمه على صفحته الشخصيه بفيديوهات وكلام، لا عادي الاب ياخد البنت وما يدهاش للام وكان الام دي غير موجوده. هو فين الدين والشرع وحتى العرف ولا حتى الاخلاق اللي تقول الام تتحرم من طفله كانت 3 سنين ونص دلوقتي داخله على 7 سنين؟ مين اللي بيعمل كده؟ مشكله حضرتك وصلت وهنتابعها دلوقتي مع المحامي، متشكرين لحضرتك. اتفضلي. انا بس كنت عايزه انوه النقطه دي اللي مش كل الكلام ده صحيح، في امهات زيي والاف على نفس الوضع.
بالظبط. احنا حلقتنا عشان خاطر كده حضرتك، احنا قانون ما بين القيل والقال، لازم نشوف الوجهين موجودين. احنا نتكلم مع المحامي بس، اتفضل حضرتك معانا دلوقتي. عايزه بس اعلق على الموضوع ده. هي نفس المشكله يا فندم، هي واضح ان عندها برضو تحصلت على احكام مش قادره تنفذ، لان زي ما قلنا لحضرتك قبل ما نطلع المكالمه وقبل ما نسمع فضيله الشيخ، كنا بنتكلم ان ما عندناش التنفيذ، ما عندناش اليه واضحه للتنفيذ، ما عندناش سيستم للتنفيذ. احنا عندنا بيصدر لنا احكام لكل الامهات، لكن ما فيش سيستم نقدر ننفذ بيه. حضرتك انا بقول لك بيبقى تسمع صوت ابنها او بنتها جوه، الفرق ما بينهم باب، ومش قادره ان هي تخش له، مش قادره ان هي تكسر الباب ده، لان احنا القاضي التنفيذي ما بيديش تاشيره بالكسر. فهي نفس المشكله هنرجع فيها، ولو غير محل اقامته بقى يعني يمكن استاذ ايمان لما نروح لها لو غير محل اقامته، استاذ مارلين برده نفس الفكره غير محل اقامته، لو غير محل اقامته احنا مش هنعرف نجيبه خالص. طب تمام فضيله الشيخ، انا بعتذر لحضرتك اللي احنا قطعنا حضرتك. نرجع تاني لدور المؤسسات في التوعيه في الحالات زي دي. التوعيه هي اهم الوسائل في المجتمع بكل انواعها، سواء كانت توعيه وعظيه بالكلام في الدروس وخطب الجمعه، التوعيه في المقالات، التوعيه في الصحف، التوعيه في برنامج مشاهد زي حضرتك برنامج لمتنا مع نوها. انا قصدي في مثلا قاعات معينه او ندوات بتتعمل مثلا، او مقابلات مع الاب والام كجهتين قدام بعض، ويبقى في وعظ ديني في الموضوع. توجد عده برامج محدده، اضرب لحضرتك بعض الامثله. المثال الاول في وزاره الاوقاف المصريه في عهد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، وضع برنامج المقبلات على الزواج، والذي تقوم بالتوعيه هي واعظه مدربة ومؤهلة بمؤهلات محددة لكي تضع أمام المرأة أو أمام المقبلة على الزواج ما هي الأشياء التي ستواجهها في المجتمع الحديث. في حالات الطلاق اللي زي كده، أو لما بيبقى في نزاع ما بينهم وما بين بعض، بيبقى موجود عندنا في محكمة الأسرة واعظ ديني إمام وخطيب تبع وزارة الأوقاف، بيقف مع المرأة بجانب النصح والإرشاد، ويقدم لها النصيحة والإرشاد، وأهم النصائح اللي نوجهها إليها الصبر على الحياة، ونقدم للرجل نفس الموضوع أنه يصبر على الأذى الموجود ما بين الطرفين، لأن المتضرر هو الطفل، وده اللي يهمنا كلنا أن الطفل لا يتضرر من الانفصال ما بين الراجل وما بين الست. وضعت وزارة التضامن الاجتماعي أيضا بعض البرامج المهمة خاصة للمقبلات على الزواج، لكي تحد من نسبة الطلاق المرتفعة التي أشار إليها السيد الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. هذه البرامج الكثيرة المتنوعة دورها دائما وأبدا النصح والإرشاد للمقبلات على الزواج، وخاصة في حالة الخلع وحالات الطلاق والانفصال ما بين الرجل والزوج. تمام، معنا تليفون. أستاذة منى تفضلي. السلام عليكم. أهلا بيكي تفضلي. حضرتك انا عايز استشير سيدنا الشيخ في ان انا مثلا جوزي رمى عليا من الطلاق، متجوز عليا ودلوقتي هو انكر ان هو رمى عليا من الطلاق، وانا اشتكيته ومعايا بنت وولد. البنت السنه دي عايز ادخلها المدرسه، فاني مش راضي يديني صوت البطاقه ولا كده ادخلها المدرسه، بيقول انا مش هدخلها المدرسه وما بيسالش عليهم. تمام، حضرتك عايزه نصيحه فضيله الشيخ. عايزه يعني انا ما عملتلوش حاجه وهو فجاه اتجوز عليا ورمى عليا من الطلاق اللي كنت فيه ينكر، وهو دلوقتي مش راضي يطلقني، يا راضي يطلقني ولا مروح مروحني سيبني معلقه. تمام ماشي، شكرا لحضرتك. استاذه ايمان، حضرتك احد الامهات المتضررات. تمام. اهلا بيكي. ممكن اعرف القصه كده باختصار؟ خلافات زوجيه، كنت لسه على ذمته، اخذ الاولاد ومشي. بس الخلافات بدات وحضرتك على ذمته، يعني مفيش طلاق؟ لا لا، الطلاق كانت خطوه بعد كده. يعني كان بعد بقى ما اخذ الاولاد. بعد زواج قدام قد ايه؟ 12 سنه. 12 سنه، والاولاد قدوا قد ايه؟ وقتها كانوا 4 و9 و11. ثلاثة النهارده. النهارده 6 وي و11 وي و13 وي. طب حضرتك طلبتي الطلاق يعني؟ لا، احنا هو طلق غيابي مبدئيا. طلبت، هقول طلبت، مش هقول ما طلبتش يعني، بس هو طلق غيابي يعني، ما سابش الموضوع معلق في المحكمه كتير يعني. بس تدخلنا طبعا عشان نجيبهم بشكل لا قبل ما نوصل بس لمرحله الطلاق والحاجات دي، في تدخل من الاسره بالاسرتين او كده؟ يعني في الاخر معلش هي خليها تعمل اللي هي عايزاه، وانا يعني هعمل كل الطرق المشروعه والغير مشروعه عشان بس ان اخر التنفيذ على قد ما اقدر. بس وصلنا بقى لسن التخيير وكده خلاص تمام قوي. بعد كده
ده خلاص بقى معايا قانون، معايا صيغه تنفيذيه بنت ننفذ. الميعاد بيتعرف، الولاد بتخرج بره البيت، في مسافه من المحكمه للبيت او من المركز للبيت تقريبا 40 دقيقه. طبعا سهل جدا، حضرتك من القاهره هو في محافظه، في محافظه ثانيه. بالظبط. فبسافر طبعا، يعني بسافر عشان انفذ، وطبعا ببقى اللي بقعد احرك الدنيا، وانا اللي بزن عليهم في المحكمه ونزلوني تنفيذ، وبنزل وما بلاقيش الاولاد. من المره اللي شفته في باص المدرسه، زي ما استاذ جمال بيقول، بيبقى ابنك قدامك ومش قادر تاخديه. شفته في باص المدرسه الولد ده، بعد ما نزل من الباص ركب تاني. الجد لا خليك واقف. طب استاذ جمال بعد اذنك، استاذ جمال كم مره ليها للتنفيذ، اللي هو كم مره تروح التنفيذ؟ تقدر تنفذ بالصيغه التنفيذيه اللي معادي اكثر من مره، ما فيش فيها اي مشكله خالص. يعني يمكن الاستاذه ايمان ضربه رقم قياسي في التنفيذ، يعني لو حضرتك سالتيها هتلاقيها نفذت برقم كبير جدا. ومع ذلك ما فيش اي، ما بتوصلش، يعني ما فيش لحد عدد معين، وبعدين نبتدي نرجع باجراء قانوني تاني. كل مره بيمتنع فيها عن التنفيذ نقدر نحرك جنحه امتناع عن تسليم صغير، وهي بالفعل حركت جنحه امتناع عن تسليم صغير، وبياخد فيها غرامات في الاخر. الغرامه تبقى قد ايه؟ 500 جنيه كحد اقصى. وبيدفعها؟ بيدفعها ده لو استأنف، ده حكم في اول درجه. ممكن يستأنف، بعد كده الغرامه تنزل. ممكن ياخد حكم في الاول في الحبس، وبعد كده يستأنف، وبعد كده ياخد غرامه بدل الحبس. وبعد قد ايه ترجع ترفع تاني؟ كل مره بتنفذ بيها بيمتنع تقدر ترفع عليه جرح. وهنا طبعا المفروض بيكون في حاجه اسمها الوضع للجريمه، فلما بينفذ، لما بيمتنع مرتين او اكتر، فالمفروض بياخد العقوبه المشدده. يعني هي مشكله كلها في التنفيذ، هي المشكله كلها في التنفيذ. يعني قرارات موجوده، قوانين موجوده، الاحكام موجوده، بالزبط. المشكله في مرحله التنفيذ، المشكله كلها في مرحله التنفيذ، ان ما عندناش اليه او ما عندناش سيستم ثابت نقدر ننفذ عليه، يقول ان المفروض ان انا اعمل كذا خطوات معينه نقدر ننفذ عليه. احنا كل اللي موجود عندنا بينزل معانا محضر او معاون التنفيذ، بننفذ، وبيكون موجود معنا قوه من الاسم، تمام، للتامين المحضر وتامين الموضوع كله. بنخش نخبط، فلان موجود؟ لا فلان مش موجود. طب سلام عليكم، دوروا ويمشوا. ده في حاله ان لو كان العنوان موجود، يعني بالزبط. معروف والعنوان موجود ولا حاجه، هو كل اللي بنعمله سلام عليكم فلان وفلان موجودين؟ لا مش موجودين هنا والله. طيب شكرا، سلام عليكم. طب في حالات بتبقى مش معروف فيها الاماكن اساسا؟ في حالات كتير ما بيبقاش معروف فيها الاماكن. تمام، بس هي الفكره كلها في حاجه، ان انا حضرتك قرار المحامي العام اللي بيصدر بتسليم صغير مشمول بتحريات مباحث. يعني انا مفترض ان انا تحريات المباحث نزلت قالت ان فلان الفلاني معاه الصغير فلان وفلان وفي الشقه الفلانيه، وبناء على ذلك صدر لي قرار من المحامي العام وبيروح يلاقي الشقه الفلانيه. فاذا اللي معمول تحريات من الاسم تقول ان فلان وفلان وفلان، بتبقى معروفه مثلا الظهر مثلا او في وقت معين، فبتبقى سهل ان هم يعرفوا يطلعوه بره. مواعيد التنفيذ مفروض ان هي ما تكونش معروفه، ولكن بشكل او باخر بتوصل. تمام، لكن هو المفروض بيعلن بالقرار، لكن ما يعلنش بميعاد التنفيذ. يعني معاد التنفيذ ما بيعلنش بيه، اوكي، لكن يعلن بالقرار، يعلن ان هو عليه، ان هو عنده مشكله، زي يعلن ان هو بالقرار ان هو صدر فلان الفلانيه قرار بتسليم الصغير. هو بيعلن بالقرار لكن ما يعلنش بميعاد التنفيذ. ميعاد التنفيذ من المفترض ان هو يكون مفاجئ، فبننزل على طول ننفذ. فبننفذ بقى ولا حاجه، يعني هو ممكن يكون اصلا هو جوه وانا ما عنديش اذن ان انا افتح الشقه اصلا. بالظبط، هي الفكره كلها ان انا فلان وفلان موجودين، انت صدر ضدك كذا 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 وعايزين من حضرتك كذا. لو هو انكر او امتنع حتى وقال له حضرتك انا مش هسلم الاولاد، خلاص الام بترجع ترفع دعوه عدم. طيب نعرف قصه مارلين. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بحضرتك. ممكن اعرف قصتك؟ بصي حضرتك، احنا ثلاث بنات، تمام، مش اخوات، ثلاث سلايف متجوزين ثلاث اخوات. فهم الثلاثه اخذوا عيالنا، سبع اطفال، وواخدينهم وهربانين. انا بقالي ثلاث سنين دلوقتي ما اعرفش اي حاجه عن ولادي. مشكله عيله كلها، مشكله عيله، ثلاث اخوات، تمام، واخدين عيالنا احنا الثلاثه، سبع اولاد، سبع اطفال، كلنا معانا قرار المحامي العام، معانا قضيه ضم حضانه، معانا كمان نفقه، ومعانا ولايه تعليميه، ومنع من السفر. كل الاوراق ديت مش عارفين ننفذ. يعني احنا مشكلتنا في اليات التنفيذ. يعني انا دلوقتي هم اخذوا بعضهم وهربانين، تمام. انا مش عارفه هربانين يعني ايه، ما لهمش عمل في مصر مثلا، ولا ما يعني شغلهم فين؟ شغل خاص، شغل خاص. فبالتالي يقدر يبيع شقته ويروح اي مكان ايجار جديد دلوقتي، ويقدر ان هو يشيل عمله من هنا يحطه هنا ويغير مكان العمل، ما فيش مشكله خالص. مش سهل الواحد يغير برضه لو عنده حاجه خاصه، مش سهل انه يعني الفلوس دلوقتي تقدري تغيري مكان عملك في اي مكان حضرتك عايزاه. بالظبط كده. انا رحت نفذت، ملوش ان هو يرجع عليه في العمل، هو لازم في محل الاقامه. محل الاقامه، ولو غير محل الاقامه نقدر نغير محل الاقامه، نقدر نغير محل التنفيذ اللي موجود في قرار المحامي العام، لكن ما ينفعش ان انا انفذ على جهه عمل.
لان من الطبيعي ان اولاده مش معاه في الشغل ولا المدرسه يا استاذ ولا المدرسه. طب سؤالي يا استاذ جمال كمان، هو الموضوع ده رجاله بس ولا يعني ممكن ستات، يعني ممكن كمان الامهات تخطف هي الامهات تخطف ليه اذا كان الامهات اصلا الحضانه ليها شرعا وقانونا؟ يعني لو جاء الحضانه اتنقلت للزوج ممكن الامهات تعمل حبس خلاص بيكونوا كبروا صح؟ بالظبط، لان الحضانه عشان تنتقل للزوج ده بيبقى بعد سن التخييم بعد فتره. 15 سنة. ده لو افترضنا ان هم يختاروا الاب تقريبا فبعد 15 سنه. طب احنا معانا تليفون استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم اتفضل. انا كنت والله عايز اتكلم على الناحيه الثانيه او على النقيض. انا برضو مطلق من سنه 2018 والام الاطفال مش بتوديهم الرؤيه، يعني انا معايا تنفيذ لحكم الرؤيه وهي مش بتوديهم الرؤيه. تمام تمام. وما بتمضيش في الدفتر اللي بتمضي فيه للنادي ولا الكلام ده، وبتقول الغرامه لما تيجي هدفعها، وانا برضو مش عارف اشوف الاطفال لا انا ولا والدتي. والدتي برضو واحده ست وكبيره في السن، كانت في الاول بتوديهم مره واثنين، بتخلي الاطفال الصغيرين عشان بما انها الام وبما انها الحاضنه بتخليهم يشتموا جدتهم اللي هي والدتي، بتخليهم يعاملوا الاب اللي هو انا بطريقه مش كويسه. انا ما قلتش ان من حق الاب انه يخطف الاطفال، بس على الناحيه الثانيه برضو ان من حق الاب يشوف الاطفال بتوعه، من حق الاب ان الامهات ما تكرهش الاطفال بتاع ابهاتهم وتقول لهم اطفال. هو المبني عليه في الاخر هو الطفل على فكره، سواء اللي عند بتاع الاب والام ده. استاذ احمد وحضرتك صدر لك حكم الرؤيه لحضرتك ولا لحضرتك ووالدتك؟ معلش انا اسف. انا 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 فاهم الكلام ده كله، بس والله انا بحكي لك على تجربه وناس كتير اعرفها الامهات ما بتمثلش احكام. طب استاذ جمال بيسال حضرتك سؤال، حكم الرؤيه صادر لحضرتك ولا لحضرتك ووالدتك؟ سامعني يا استاذ احمد؟ استاذ محمد. والدتي ووالدي يا فندم معلش. حكم الرؤيه صادر لحضرتك انت شخصيا ولا لحضرتك ووالدتك؟ والله حاضر ليا، حاضر ليا انا شخصيا. اذا والدتك ملهاش ان هي تنفذ رؤيه، ده مبدئيا رؤيه خاصه بيا انا فقط. تمام. لدرجه إذا ان والدي ووالدتي رفعوا بما انهم الجد والجده القاضي ما رضيش. ما لهمش يعني حق يا فندم، لو حضرتك موجود داخل البلاد ما لهمش حق ان حضرتك تقول لهم يشوفوا رؤيه. الاب طالما عنده حكم رؤيه يبقى الجد والجده ما يشوفوش. وما دام حضرتك متواجد داخل مصر ما لهمش رؤيه. طب حضرتك دلوقتي حركت دعوه بان هي امتناع عن تنفيذ حكم رؤيه انه تطالب باسقاط الحضانه عنها بشكل مؤقت ولا برضو لا؟ يا فندم بيدوها غرامه فعلا، عملت الكلام ده بيدوها غرامه كل 3 4 سنين يدوها غرامه. لا يا فندم ما فيهاش غرامات، هي ما لهاش اي عقوبه جنائيه، احنا بنتكلم على تمام. ممكن الام بتتصرف تصرفات مش مظبوطه، تقول لك اصل الاطفال تعبانين، الاطفال مرضى، وبتجيب شهادات طبيه بما انها دكتوره برضو شغاله في المجال الطبي، بتجيب شهادات طبيه ان الاطفال تعبانين وما بتخلينيش اشوفهم. تمام استاذ محمد متشكرين لحضرتك. استاذ محمد هو على دايما بيبقى فيه النقيضين طبعا طبعا. انا يعني انا محترم جدا مكالمته تحت امره، هي الفكره كلها في حاجه ان هو دلوقتي حضرتك صدر له حكم رؤيه ليه هو مش لوالدته، ووالدته ملهاش حق الرؤيه. تمام، ده طبقا للقانون اللي موجود اللي احنا شغالين عليه. هو بينفذ حكم الرؤيه، هو بيقول ان هي بتجيش اصلا النادي ولا بتحضر ولا بتمضي، من حقه ان هو يرفع عليها دعوه اسقاط حضانه لامتناعها عن تسليم حكم الرؤيه. وهنا هنيجي حضرتك بتقول على النقيض، لا هو حضرتك هو ده بيتنفذ بقى. يعني احنا نقعد حضرتك لما بيصدر لنا قرار ما بنعرفش ننفذه بتسحب منها حق الرؤيه، بتسحب من بتسحب منها الحضانه وتقول لمن يليها في الترتيب. من يليها في الترتيب بقى اذا كانت الام، وما هي لو والدتها متوفيه تروح للجده للاب، بيتسحب منها الحضانه بشكل مؤقت. ده بيتم تنفيذه بالفعل. لكن للاسف هو بيتكلم ان هي صدرت ده غرامه ورفعها جنح، وهي ما لهاش اي عقوبه من ناحيه الجنح، يعني ما لهاش عقوبه جنائيه، لكن عقوبتها قدام قانون الاحوال الشخصيه. وبيرجع عليها على فكره تاني بيرجع عليها بتعويض مدني عن ما اصابها من ضرر بده. يعني لما بياخد حكم باسقاط الحضانه بيقدر يرجع للام بتعويض مدني، يعني الام هتدفع فلوس تعويض ليه وهيتسحب منها الحضانه بشكل مؤقت، والاجراءين بيتنفذوا على خلاف خالص ان احنا لما الاب بينتزع الحضانه ما بنعرفش ننفذ. طيب انا عايزه اعرف في حالاتكم في اكيد في عناصر بتساعد الاب نفسه، يعني هو يعمل حاجه زي كده اكيد مش بيعملها لوحده. يعني بصي هي المشكله، ومشكله استاذ محمد اللي اتصل على فكره، هي المشكله في ان احنا بنعمل بندي بنكتب قوانين وما بنعرفش نطبقها او ما بنعرفش ننفذها.
ليه بقى؟ اكيد في عناصر اكيد يعني اكيد في عناصر يعني انا قصدي عناصر مش تبع القانون، انا عناصر يعني الأهل. مثلا اهله وحد من اصدقائه وحد بيبلغه بال أي مثلا بميعاد الرؤيه اي حد ان شاء الله، اي حد ان شاء الله جاره ان شاء الله قريبه ايا كان يعني. هو المشكله ان احنا انت كقانون وكشرع اقريت ان الام هي اولى النساء بأطفالها. الحضانة حق الطفل وحق أم على فكرة، لأن ما فيش ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله أنه خلف قلب الأمهات جزء صغير قوي من صفة موجودة فيه اللي هي الرحمة، أن الأم هي بتبقى أرحم النساء بأبنائها، مع احترامي للجدة والخالة والعمة وكل الستات التانيين، بس يعني هو احنا مش ما ينفعش نقارن الام من ناحيتين طبعا ماشي ما ينفعش نقارن الام يعني في ابهات الامهات بتتوفى وبيفضلوا قاعدين ما على فكره احنا ما قلناش بس هي الام عموما معانا تليفون معلش طيب اتفضلي ماشي اتفضلي استاذه ايه معانا اتفضلي انا حضرتك من ضمن الامهات المتضرره اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك اهلا بيك انا ابني ربيع كان محكوم للرؤيه في نادي المعلمين في محافظه الفيوم، وبعد كده راح بابا بدل ما الاب يتحكم له برؤيه لوحده كان هو واهله كلهم اكثر من 30 نفر يجوا يشوفوا الولد كل جمعه. بعد كده خطفوا ابني ربيع لحد النهارده مش عارفه اشوفه مش عارفه اجيبه، وطلعت كذا قرار تفكير ومعايا حكم ضبط صغير ومعايا سلاح صغير ومعايا نفقات ومعايا حبس عليه ومعايا جنحه بخط طفل. تمام احنا هنعرف راي استاذ جمال في الموضوع ده، متشكرين لحضرتك. فضلت الشيخ بس عايز ارجع لحضرتك، ايه الاسباب اللي بتخلي التوتر ده يحصل؟ يعني خلاص صرحوهم بالمعروف وخلاص، ايه الفكره؟ ايه الفكره ان انا افضل متشدد قوي والعند واخطف اولادي؟ يعني اللفظ ثقيل قوي، كنت لسه بقول الأستاذ جمال. رقم واحد لازم تخلي بالنا ان اخلاقيات المجتمع تحتاج دائما وابدا الى التصحيح. ما بين فتره واخرى يحتاج الانسان الى الوعظ والى الارشاد لكي يعود باخلاقه الساميه كما رسمها لها الشرع والدين الحنيف. الرجل الذي يعاند ولا يضع امام زوجته او مطلقه او المنفصل عنها فرصه لترى ابنها، وهو بالاخر نفس الموضوع بالعكس والامر سجال ما بين الطرفين، لابد أن يعلم أن هذا ظلم، والظلم سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الظلم في أوقات كثيرة، إما أن تظلم المرأة زوجها أو طليقها في أن لا يرى ابنه، أو يظلم الرجل زوجته أو مطلقته أنها لا ترى ابنها. فلابد أن يرجع مرة أخرى إلى أخلاقيات الدين السمح الذي دعانا إليها الشرع والدين الحنيف. رقم اثنين، دور المجالس العرفية ودور القيادات الموجودة في كل حي ومدينة وقرية عليها أن تقوم بدورها حتى ترفع العبء والتكاليف الكثيرة الباهظة من يد المحاكم. بدل من أن أذهب إلى الأستاذ جمال مع احترامي لعمله وتخصصه في مكتبه وأرفع القضية، في أهل وفي أطراف، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده، حكم من أهلي وحكم من أهلها، ألجأ إلى المحكمة عندما لا أجد فرصة والفرص كثيرة أمامنا. من الممكن يكون قريب، من الممكن يكون جار، من الممكن يكون صاحب مكانة في المجتمع اللي بيعيش فيه، يحاول يأثر على الراجل ويقول له ابنك كما لك الحق في رؤيته الأم هي لها الحق في رؤيته أيضا أكثر منك. ولذلك الشرع والدين جعل لها الرؤية ده لها في رقم واحد، والراجل له ترتيب مختلف كذلك. يعني أهم حاجة ألا نسمع إلى مكائد الآخرين. في كثير من الأحوال الست بتجلس مع صاحبتها أو الراجل بيجلس مع صاحبه ويحيكوا مكائد ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تخالف الشرع وتخالف الدين وتخالف التقاليد. هذه المكائد الذي يتضرر منها كما أشرت حضرتك سابقا إلى أن الطفل هو المصاب في كل الأطراف. الطفل عشان ينشأ تنشئة سليمة لازم يقعد يجلس مع أبيه، كذلك يجلس مع أمه، يأخذ من الأم صفات الحنان والرحمة، ويأخذ من الأب صفة الرجولة وصفة الاعتماد على النفس وصفة كسب المال بوجه حق، وإلى غير ذلك من الصفات الكثيرة والكثيرة. تمام أستاذة مارلين، عايزة نرجع لحضرتك لقصة تانية. أنتوا قلتولي أن أنتوا سلايف مع بعض وكلكوا سبع أطفال مش متواجدين معاكم،
تمام. الحكايه دي بقى لها قد ايه؟ يعني بقى لكم قد ايه بتعانوا من الموضوع ده؟ انا عن نفسي انا بقى لي 3 سنين بقى لي 3 سنين ما اعرفش اي حاجه عن ولادي خالص. بتاخدوا منك عندهم قد ايه؟ كان هما دلوقتي ما بنتي عندها 8 سنين وابني عنده 12 سنه. من 3 سنين بقى، من 3 سنين وهم صغيرين. فحاولت يعني بكل الطرق ان احنا نوصل لهم وكده، دخلنا الاهل. بس دول كبار يعني، دول مش مثلا رضيع زي اللي كانوا بيتكلموا في التليفون دلوقتي. الزن على الودان حضرتك، احنا امهات مع ايقاف التنفيذ في اولاد اكبر من كده، بس الزن يكرهوهم بقى في الام، يكرههم في الام. احنا حاولنا بشتى الطرق ان احنا يعني ايه نحل الموضوع ودي في البدايه، ما نفعش. دخلنا الاهل، دخلنا الاباء الكهنه في الموضوع، ما نفعش خالص. بعد يعني في بدايه المشكله خالص انا قابلت زوجي، جه وقال لي، جاب لي واحده و انتوا لسه متزوجين؟ متزوجين متزوجين. جاب واحده وقال لي دي زوجتي بس. طب انا عايزه اشوف الاولاد، لا. طب مره واحده جاب لي الاولاد. احنا في البدايه كنا عايزين نحل ودي، تكره الاولاد فيا يعني 360 درجه، مش دول اولادي. دي حاجات بتوصل لك ولا انت يعني قابلتهم بالفعل؟ بس انا ما كنتش اخدت اي اجراء قانوني خالص. تمام. كنت عايزه احل ودي، يعني انا كنت عايزه احل ودي، فهو مرضيش خالص وكره الاولاد فيا جدا. تمام. لدرجه الاولاد قالوا لي ماما احنا مرتاحين مع ماما الجديده. مع ماما الجديده بقى جدتهم ولا حد؟ لا، سيده تانيه. سيده تانيه. تمام. طب في حاله المدام مارلين اساسا هي لسه ما اتطلقتش، فهو في طلاق او في حاجات يعني في اجراءات ممكن تتاخد في حاله لو كانت قانون واحد، قصدي في حاله كانت مسلمه او كده؟ الموضوع مختلف تماما لان هي مسيحيه. ايوه، ما انا قصدي كده، ده قانون بيختلف ولا الشريعه المسيحيه ما فيش طلاق الا لعله الزنا. فبالتالي هي هتفضل موجوده على ذمته يعني لاخر العمر. ده نصيبها. فبالتالي مش هتعرف ترفع القضيه اللي حضرتك بتقول عليها. لا، تقدر تتخذ كل الاجراءات القانونيه. وفي حاله الخلاف، في حاله الخلاف يطبق عليها الشريعه الاسلاميه، يعني في حاله الخلاف تنظر امام المحكمه وتطبق عليها الشريعه الاسلاميه. ولكن احنا بنتكلم في طلاق وزواج، هي ملهاش طلاق. تمام. وملهاش ان هي حتى لو اتطلقت بتغيير مله وطائفه ملهاش الزواج بعد الطلاق. يعني الكنيسه ما بتزوجش بعد كده. تقدر ترفع وتمشي في كل الاجراءات، وهي لسه قايله لحضرتك ان هي معاها قرار محامي عام ومعاها قضيه ضم، مع حكم بضم السفر ليها. ومع ذلك برضو اجراءات تنفيذيه بتقول ان هو غير محل اقامته. فانا برضو ما بعرفش اوصل له. يعني حضرتك انا رحت نفذت مرتين. تمام. ما رضيش على العنوان اللي تعرفيه. ما رضيوش يفتحوا لي، فتحوا لي بس الباب الخشبي وكان في باب الحديد. ردوا عليا مش هنفتح لك. كلموا المحضر وقال له مش هنفتح لك، اضرب دماغك في الحيط. بس اخذنا بعضنا ومشينا. رحنا للموضوع دوت مرتين. ماشي. حاولنا ندخل اهل كتير ودخلنا الكنيسه، لجأت بعد كده للمجلس الملي في الاخر خالص. ماشي. وتليفونات ومش عارفه ايه. في الاخر خالص انا لجأت للقانون، حتى القانون انا مش عارفه انفذ. انا معايا كسبت اوراق، كسبت قضايا، بس ان انا اجي للتنفيذ مفيش اليات التنفيذ. دلوقتي هو هرب واخواته هربانين. القانون يقول لك دور لنا عليه. هربان مش يعني مش دور لنا عليه. احنا بقالي 3 سنين. بقالي 3 سنين بعد سن الحضانه وبقى سن التاخير. بس طارق طبيعي جدا ان هو اللي هو 18 سنه، اللي متربي معاه 15 للولد، صح؟ للولد والبنت. سن التاخير 15 سنه للولد والبنت. انا خلى ابني يرد عليا. ماشي. وكان هيمد ايده عليا. تمام. وقال له احنا مش عايزينك يا ماما. مقابل ايه؟ انه راح جاب له موبايل ب 6000 جنيه. هو طفل بيتاثر بكل اللي حواليه. طبعا. بس انا مستغربه الحالات الكبيره، يعني حالات الرضع اوكي، لكن الكبار دول حتى لو حد قال له على امه مثلا حاجه المفروض. هو فعلا للاسف تقدري تسميه ان يعني تقولي عليها ان هي بقت ظاهره. يعني للاسف بقت ظاهره ان هو دلوقتي حضرتك دايما بيتهموا الامهات بان هو بتلجا للطلاق، واتقالت قبل كده ان بتلجا للطلاق عشان سبوبه. لا، حضرتك الست المطلقه ما بتكسبش اي حقوق. الست المطلقه بكل الحقوق اللي بتكتسبها بصفتها حاضنه. يعني ايه بصفتها حاضنه؟ بتاخد نفقه للاطفال بصفتها حاضنه، بتاخد اجر مسكن او تمكن مسكن الزوجيه بصفتها حاضنه، بتاخد منه مصاريف مدرسيه بصفتها حاضنه. طيب ما دام هم مش موجودين معاها، لا هو مش موجود عنها كل دول. بيسكت عنها كل دول. وده برده الجزئيه اللي كانوا بيتناقشوا فيها برده في الحلقه السابقه مع حضرتك، اللي هو سن الحضانه. ليه 9 وليه 15؟ ما هو حضرتك، طب ما هو سن الحضانه ليه 9 وليه 15؟ لان هو 15 سنه ده طبقا للقانون والظروف المتغيره، لما كانت هي سنه 9 سنه 85 واتغيرت بعد كده بقت 15 سنه، المجتمع اتغير.
الدستور المصري بيقول ان الطفل من هو دون 18 فهو طفل. فاذا انت 15 سنه ده على فكره لا، ده احنا بنطالب ان يكون 18 سنه مش 15 سنه. فانت عايز الاطفال، هو الفكره كلها الهدف ان انت عايز ولادك، ولا انت عاوز تسكت كل الحقوق عنها ديت بصفتها حاضنه. حضرتك لما بيسكت عنها، لما بيسكت عنها الحضانه او بياخد الاطفال، هو بيسترد مسكن الزوجيه، ما بيدفعش نفقات، فبيكل الكلام اللي عليه ده كله هو ما بيدفعش اي حاجه، لانه طبيعي الولد معاه حتى بعد سن التاخير. يعني لو افترضنا ان سن التاخير 15 سنه والولد اختار او البنت اختاروا ان هو الحضانه تكون مع الام، في الحاله اللي زي دي الام ما لهاش لا اجر حضانه ولا ليه اجر مسكن، هي بتاخد نفقته بس. الحاجات دي كلها مصاريف يعني. يعني هو تعليق على حضرتك يعني انا واحده من الناس، انا بقالي 3 سنين صرفه اكتر من 40,000 جنيه في المحاكم غير المرمطه والمروح والمجاي. اكيد مش مستعجله تستفادي بيه، مش حضرتك انا انا متاخد مني عفشي، متاخد مني هدومي، مش طبعا بخلاف بقى دول ولادي، دي يعني دي ده شق تاني تمام. هدومي متاخده، العفش بتاعي متاخد، النفقه بتاعتي انا بقالي 3 سنين رافعه قضيه نفقه ما باخدش منها ولا مليم ولا شلين. هي زوجه تمام، الزوجه من حقها نفقه لوحدها غير الاولاد. ما فيش ما عملتش حتى تمكين. انا اعرف الحته دي، عدم تنفيذ النفقه ليها اجراءات، نفقه الزوجه ليها اجراءات كتير في التنفيذ. ممكن تنفذ عن طريق بنك مصر، ممكن تنفذ عن طريق الحجز على ممتلكاته ويمتلكها تحجز عليها، ممكن تنفذ عن طريق دعوه حبس متجمد نفقه، لكن هو في الاول في الاخر برضه هربان. هربان يعني حتى ماليش، يعني انا ماليش حاجه. كان يعني الحلقه اللي فاتت كان بيقول لك ممكن ما يجددلوش باسبور او ما يجددلوش بطاقه او ما يجددلوش رخص. في بعض الاحكام صحيح؟ يحرم من الخدمات العامه تمام، ده حقيقي مش هننكره. ولكن في احكام النفقات هي حكم الحبس المتجمد النفقه اللي بيصدر من محكمه الاسره ما بينزلش على سيستم الكمبيوتر اصلا، يبقى ملوش لازمه. ايوه بس لازم هي ترفع دعوه ان دعوه هو حبس متجمد نفقه. فبيصدر ضده حكم بالحبس لمده سواء طبعا. متزوجه ولا مطلقه كم يعني مثلا لو كان. حد معها طفل مثلا، معها طفل تقدر ترفع متجمد حبس نفقه للصغار، مفيش اي مشكله خالص. بس الفكره بياخد وقت قد ايه في التنفيذ؟ هو بياخد، هو التنفيذ مع حضرتك احنا هنيجي في مشكله التنفيذ برضه. لا بقول لك احنا 3 سنين ماشيين في القضايا، 3 سنين. اولا هو في التشريع قصور، وفي التنفيذ في 1000 قصور. احنا في التشريع احنا مش بنجرم الاب اللي بيحرم الام من حضانتها، مع ان هو حقها شرعا وقانونا تمام. حق الام بالاضافه لحق الطفل، احنا عرفنا الحلقه اللي فاتت مفيش مشكله، او حق الام بالاضافه لحق الطفل، لان كله بيتكلم عن حق الطفل. فالاب بلعبه صغنونه كده بيمسك الولاد زي ما حصل مع مارلين ومعايا، يقسيهم على مامتهم، فيرجع يقول لك خلاص الولد مش عايز ماما، مش عايز ماما. هل ابنك ده انت شايف ان هو الولد لو قال لك انا مش عايز اصلي مش هتخليه يصلي، لو قال لك مش عايز اروح المدرسه مش هتخليه يروح المدرسه؟ حضرتك هو الطفل عارف مصلحته يعني، هو بر الام من 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 جانب الطفل، هو فرض زيه زي الصلاه زي الصوم زي العبادات. انت لما ابنك يقول لك انا مش عايز اكلم ماما مش عايز اروح لماما، مبدئيا ده بسببك. احنا مش هنتكلم في بسببك، ربنا مطلع، ده بسببك. هل انت بقى كراجل بتربي مش بتعلم وبتاكل وبتشرب؟ في فرق كبير جدا بين التربيه وبين التعليم والصرف يعني والاكل والشرب. انت كأب بتربي فرحان ان في بيتك طفل، انت محرضه على امه، انت اللي حواليك اهلك ايا كان بقى، هل انت راضي عن نفسك؟ هل انت كده تقدر تقول انا ربيت ابني مطع امه، انا ربيت ابني لما امه بتقول له وحشتني بيقول لها حضرتك ما وحشتنيش، انا جيت اتصور مع ابني ما مرضيش يتصور معايا. حضرتك فضلت الشيخ، هم المأساة كلها في الولد. انت عارفين الولد ده بيطلع قنبلة موقوتة، يعني انت بتكلم في واحد تقول له امك مش كويسة او باباك مش كويس، يعني سواء الحالتين. فانت بتربي فيه ايه يعني؟ بالنسبة للزوج اللي هو والد الزوج للست او الام اللي هي الزوجة في الاساس، علينا ان نعترف سويا ان في بداية الزواج كان هناك شروط يجب أن تتوافر في الطرفين، وأهم هذه الشروط أن تنكح المرأة أو تتزوج على أساس ديني وعلى أساس خلقي. فالرجل الذي تزوج بسبب مال أو بأسباب أخرى دعته إلى الزواج، الناتج في آخر المطاف هو إصابة الولد. علينا نرجع إلى المصدر، إذا المصدر اللي احنا أخذنا منه الزواج في البداية كان غير سليم، كان غير سديد، كان غير صحيح، فالناتج دائما بيكون غير صحيح، ودايما الطفل هو اللي بيشيل كل في الاول. الجواز بيبقى كل متفاهمين بدليل ان الجواز بتتم، بعد كده بتظهر بقى المشاكل والخلافات والعند، هو اساس الموضوع كله العند. بيدخل بقى دور الوعظ والارشاد بالنسبه للرجل، هل هو ملم بهذه الامور ولا هو بعيد عن الوعظ والارشاد؟ هل نحتاج ان نصل الى كل راجل والى كل ذكر
والفرق ما بين الاثنين موجودين الى حد البيت عشان ننصحه ونرشده؟ هل هو ما فيش مره من المرات قلبه اتخلع لما سمع حكايه من ضمن الحكايات اللي بتحكيها الستات عن ام محتاجه تنظر لابنها والجد يرفض ان هو يخليه يشوف تشوف بنتها او ابنها؟ طب الولد ده لما يكبر مش هيكون اب دلوقتي دي تقريبا يعني كمان كم سنه مش هتعرف شكله، ما هو هو مش هتبقى عارفه شكله عامل ازاي. المولود فيما بعد سيكون اب فيما بعد، فعلى هذه التنشئه سنفقد كثير من هذه الاخلاق. كما قالوا مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلده في مشيته بنوه، فقال على ما تنحرفون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه. الطفل الولد ده بكره يتزوج، طب هيتعامل مع زوجته ازاي كما راى ابوه كان يتعامل مع الزوج؟ فبالبدايه كان نقول كما تدين تدان. طب عندما تدخل كاب لتحل مشاكل زوجة ابنك مع ابنك الراجل، هل ستحدث نفسك ان انت كنت زمان سابقا كنت تتعامل بنفس هذا الاسلوب؟ تامره وتنصحه انه يعامل زوجته صح، واين انت؟ تامر الام انها تتعامل صح، اين انت عندما كنت تتعاملين؟ عشان كده بنقول دايما نرجع الى ان التعامل ما بين الراجل وزوجته في الوقت اللي احنا بنعيشه وفي هذا التقدم التكنولوجي الحديث محتاجين نرجع مرات كثيرة إلى دور العبادة بشتى أنواعها وطوائفها، لنرجع مرة أخرى إلى الغذاء الروحي الذي يصب في آخر المطاف إلى إنتاج ناتج وطفل سليم. ده ختام كويس جدا لحضرتك. أخذ كلمة حضرتك بس ما هستأذن معليك، هاخد بس ختام وختام وأرجع لك حضرتك. حضرتك تحبي تختمي الحلقة؟ أولا في قصور في التشريع، إحنا بنقول الحقوق لكن إحنا مش بنجبر طرف إن هو يرجعها. تمام، الأولاد بيدفعوا الثمن، الأولاد بيدفعوا الثمن الحضانة، والشيخ بقى يردني في الكلام ده، حق للأم وحق للطفل. الأحاديث موجودة، وعشان بوقت الحلقة أنا هوريها لحضرتك، أنا مجمعاها يعني بعد البرنامج. التشريع في خلل لأن أنت مش بتجبر الأب أنه يرجع الطفل، أنت ممكن تعلن ويجبر الأب أن أنت ليك وقت معين ترجع الطفل حضانة أمه قبل ما تلحق تلعب على مشاعره وعلى دماغه وعلى افكاره ناحيه امه. لو في تنفيذ سريع الولاد مش هيوصلوا لمرحله انه يقول لماما انا مش عايزك، لان الولاد متاخدين من حضن امهم وهم حابينها. وصلت رسالتك مع الاحتفاظ بان التشريع في خلل دي مسؤوليه شخصيه احنا مش هنتكلم عليها، مش انا اقصد ان النص القانوني ما بيلزمش الاب ان هو يرجع الطفل للام. خلاص مارلين نعرف بس احنا عايزين اليات للتنفيذ. احنا معانا احكام، يعني انا واحده من الناس دلوقتي معايا ضم حضانه، كل اللي انا محتاجاه ان انا انفذ الحكم. على الاقل انا نفسي اشوف ولادي، بقالي 3 سنين محرومه من ولادي، على الاقل اسمع صوتهم. ودي مش مشكلتي لوحدي، دي مشكله امهات كتير جدا. ان احنا عايزين اليه للتنفيذ بس. يعني واحده من الناس، انا واحده مثلا اتاخد مني العفش كله، معيش قايمه. يعني انا واحده من الناس معيش قايمه ان انا اثبت. نختم اتفضل حضرتك يا فندم. في بدايه الحلقه كنا اشرنا في الانترو على موضوع الحلقه اللي قبل كده، تمام؟ فانا بس عندي تعليق. اتقال ان الام بترفع 23 دعوه قضائيه في حين ان الاب ما بيرفعش غير دعوه رؤيه بس. كلام صحيح 100% على فكره. لكن ليه بترفع 23 دعوه قضائيه؟ عشان ما بيتنفذش ال 22 اللي قبليها. لا يا فندم، علشان هو اصلا هو واجباته عليها ما بينفذهاش. حقوقها وواجباته ما بينفذهاش، فبتضطر ان هي تلجا للمحكمه. فبترفع 23 دعوه قضائيه. هو بيرفع دعوه رؤيه لان هو الحاجه الوحيده اللي ملزمه الام تجاه الاب ان هي تنفذها هي الرؤيه. ودي الوحيده اللي بتتنفذ. وبننفذها وما عندناش مشكله من الرؤيه، ولا عندنا مشكله مع الاستضافه بس يكون باليات وشروط تضمن سلامه الصغير ان هو يرجع تاني للام. معلش يا استاذه نهى، معلش انا الحلقه بتخلص، انا لينا كلام تاني اكيد. ناخد بس كلمه من حضرتك نختم بيها الحلقه وانا كده ختمت خلاص. يعني نختم على فضيله الشيخ. بيها الاسر التوعيه والرجوع مره اخرى الى الغذاء الروحي والجلوس في جو الاسره المجتمعي لكي نعود الى قيمنا الفاضله ان شاء الله. ودي تكون دعوه كويسه، وباذن الله لينا لقاء تاني. نشكركم وفي حلقه قادمه ان شاء الله.